أنا الآن في الميقات جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم، عمرة على المرحوم علاء الدين عبد الحميد أبو صالح رحمه الله واسكنه فسيح جناته. أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة على المرحوم علاء الدين عبد الحميد أبو صالح رحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجازه بالحسنات إحسانه والسيئات عفوا وغفرانه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحي وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك فرج من روح الدنيا وسعتها وحفظه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقي. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك من تعلم به. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه، ألهمه حسن جوابه وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مسرورا ومخواه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.